لو الحكاية فيها إن فيتو. عايزك تحكي لي هنا عن خدمات في منطقه التبه وعزبه الهجان. طبعا الخدمه هنا مش خدمات، مش شغاله خالص، مفيش صف صح خالص، مفيش ارض متسفلته خالص. الله على النبي، حياتنا هنا كده التبه يعني عشوائيات، بس اوسخ العشوائيات. مفيش خدمات، في بيوت مفيهاش عدادات لغايه دلوقتي، في كهرباء مش شغاله، ممكن مجاري تدفع البلد كلها زي ما انت شايف. طب والصف الصحي ده ضارب بقاله قد ايه؟ ده بقاله 15 شهور، ما فيش حد بيسال على حاجه. انتوا اخر شارع مصطفى النحاس، اخر شارع مصطفى النحاس، بينا وبين وزير الداخليه محطه ونص. محطه ونص بينكم وبين وزير الداخليه؟ طب هنا تواجد الحي ايه؟ يعني الصرف الصحي لما ضرب ما حدش جه من الحي؟ مش حد بيجي يسال على حاجه، مش حد بيجي يسال على حاجه. هنا اللي عايش عايش واللي مش عايش. بصي يعني دي بقى لها 15 يوم، مفيش حد، مفيش بنت عارفه تنزل تروح البيت، مفيش حد عارف ينزل يروح المدارس، مفيش حد بينزل. 3 اشهر على طول. 3 اشهر ولا 15 يوم؟ هو ال 3 اشهر هي عامة. بس مش كلام. ايه الخدمات عندكم ايه؟ ولا في ميه ولا في نور ولا في اي حاجه خدمات. بص الصرف الصحي 24 ساعه ضارب. شوف الله، الصرف الصحي 24 ساعه ضارب. شوف الله، النبي لو تعمل حاجه اعمليها لله بس. طب ما فيش حي بيجي مثلا ولا حد بيعبي الصابون. انا عاوزك تصور الطير كمان، الذباب ده الطير. شوف فين، تعال جاي تعال جاي. شوف الطير قد ايه، شوف الذباب قد ايه، ده شوف الطير اهو. يرضيك الوضع ده؟ بيخش بيوت يعني كل واحده قاعدين، يرضيك الوضع ده؟ ده من ايه اللي من الجاره ودي من الجاره؟ ما فيش حد بيجي يشيل الزباله دي؟ مش حد بيصرف في اي حد هنا، وبندفع كذا جنيه في العداد ولا حد يسافر. العداد بنضاف عليه برضه، لو في حد مركب عداد بنضاف يعني عليه. انتوا البطاقه بتاعتكم ايه؟ تبع اسم ايه؟ مدينه نصر اول. يعني دي كده مدينه نصر؟ حي مدينه نصر اول، كلنا تبع حي مدينه نصر اول. احنا بنسمونا زبالين ومعفنين ومش عارف بطاريه وكلام ده. الزبالين واحنا كلنا زي ما انت شايف، كلنا غلابه، كلنا كده يد فد واحده مع بعض. عائلات وعائلات وناس حلوه، عائلات محترمه، محامي في لحد ما الراجل بيكلمك ده، الراجل اللي بيكلمك ده بقى مسيح، واحنا كلنا اخوات مع بعضينا. مسيح برضه مسلم ومسيح ومسلم اخوات. مش كلمه مسيح ومسلم؟ مفيش هنا مسلم ومسيح، كلنا انتوا هنا عائلات. مين بقى اللي بيسميكم هنا الزبالين؟ الحكومه مش قادره. الحكومه ما هو طريقه ان هم يا ريت يكون زبالين وجدوا مصلحه. ليه ما بيسالوش علينا؟ يا ريت ليه ما بيسالوش؟ يعني الذبابه دي لو تلقى كوبايه شاي فيها ذبابه تشربيها؟ لا الله يفتح عليك. لقيت لقمه فيها ذبابه تشربيها؟ لا طبعا. طب انت الوضع ده يرضي ربنا حتى قدامك انت وقدام عينيك ده يرضي ربنا؟ اديك صور ده يعيش فيه بني ادم؟ ده الوضع ده يعيش فيه بني ادم؟ طيب يبقى ده كله ده حرام ولا مش حلال؟ ده منظر بنات من عايشه؟ مش حد بيسال فيه خالص هنا، مش عارف حاجه خالص. الخدمات هنا عامله عندكم ايه؟ ايه الخدمات؟ الصرف الصحي ده ضارب بقاله قد ايه؟ بقاله يومين كده ولا حاجه. طب ما فيش حد بيجي يصلحه؟ انتوا اشتكيتوا؟ ما اعرفش والله، مفيش حد بيسال على حد هنا، مفيش حد يعرف حد، مفيش صحابه كتير، مفيش اي حد هنا. وكل بيجي زي حضرتك كده. عيد عليك الكاميرا. ده بيتزحلق. اللي ناقصاكم هنا العزبة؟ الصرف الصحي هنا مش مظبوط خالص. اولا الصرف الصحي هنا بايظ بايظ، لا يستخدم لبنات مين اصلا خالص، هي الحاجه الوحيده اللي عندنا هنا. ثاني مره يعني تاني حاجه برضو الميه بيشتغلوا فيها ووقفوا الميه. يعني ولا ميه؟ الميه العموميه حضرتك بتشتغلوا فيها شويه؟ احنا عندنا عدادات كده بنحطها جنب الحيطه بندفع فلوس، بندفع فلوس بس. لكن الميه فين؟ لا مفيش ميه، موجود الزيت، موجود زيت كله، كل حاجه موجود زيت. والصرف الصحي وميه. طب بالنسبه للمخابز هنا؟ المخابز شغل سرقه كله، كله سياحه، مفيش رقابه. والصحه هنا الوحده الصحيه؟ لا الصحه مفيش، ده واحد باخد الدنيا لو اللي يموت ملوش دعوه، يقول لهم يموت احنا. فين يعني الوحده فين؟ بعدين بمحطتين ثلاثه، بعدين بمحطتين ثلاثه مفيش. يعني بص ايه، اكنها
كل حاجه ملهاش لازمه يعني. بص يعني الناس اللي مش الناس مش عارفه تعمل ايه. احنا طيب برضه بس اللي فيها الساعه شغاله 24 ساعه على مستشفى خالص. لا هنا حضرتك تروح الساعه هنا من غير رقابه هنا من غير رقابه ما فيش رقابه خالص ولا من نادي. لكن هم البنطلة دي محدش عايش فيها يعني. هي دي مشكلتنا يعني. الوحدة الصحية آخر المكان آخر المكان واللي يموت ملوش دعوة بيه أصلا. هي بس الدكتور إيه يعني بتاع السنان. طب لما بتعيوا هنا بتروحوا فين؟ لما بتعيوا لا بننزل مستشفيات خاصة تحت. خاصة ما عندناش احنا هنا مستشفى خاصة حياتنا كلها. واحدة رابعة مستشفى رابعة؟ مستشفى رابعة العذراء والنور برضك هنا؟ هي دروع على القد ومش مستشفى. في ناس برضك في أي تخصصات بيشتغلوا في أي تخصصات. أطفال، رجال، عيال، أي حاجة بيشتغلوا فيها. يعني اللي بيعي هنا بيقول الدكتور الدكتور هنا كله تخصص. كل أي حاجة تخصص في أي حاجة. دكتور الأسنان زي دكتور الأطفال زي أي دكتور. حتى دكتور بيطر هنا. كل بصي أي حاجة شغالة هنا. مفيش أي رقابة من أي جهة حكومية أبدا. الشارع ده ينضف عشان خاطر ده مرض والله قسما بالله ده مرض. يعني راجل فتح صاغة زي ده. بص حلو بص صاغة بص مش العيش بص العيش يعني بص من العيش للأرض فين؟ بص بص الفرن بتاع الفيزيكس يعني. بص الفرن هنا بص في الشارع ده شتا صيف ما بينضفش والله على طول الصرف كده كل الصرف هنا بايظ كله باستمرار. الثوره الاولانيه قامت ماشي، الثوره الثانيه عايزين حد يحس بينا، عايزين حد يسيبونا برضو نفس المنتهيات دي كلها. وكلنا انتخابات نروح انتخابات عاوزين نروح انتخابات، عاوزين نروح حاجه نضيفه يبصوا لنا على الحاجات دي بقى اللي احنا عايشين في مغارات من الطينه يعني. انتوا كنتوا متوقعين بعد الثوره ان يحصل حاجه؟ يحصل كتير تغيرات من البلد كلها. ما هي الثوره بتعمل كتير. الثوره بنعيش عشان مش عارف عشان ان احنا عايشين دي كلها. نعيش في نظافه، نعيش في الروبه دي اللي احنا شايفينها والطينه، لا في صحيه ولا في اي حاجه في بلدنا. انتوا بتعدوا ازاي الشارع ده؟ بنعدي ايه؟ بنعدي في الطينه؟ بنعدي ازاي؟ احنا خايفين نعدي من الناحيه الثانيه هدولنا بتروح. عدي تعالى يا بابا عدي ماما معلش. يعني انتوا ما بتعدوش؟ ما بنعديش، اللي عايز حاجه اكننا هنحتفل بعضينا، اكننا في عالم ثاني. خليه يكلمك على المدارس هو، اي حد فيهم يكلمك على المدارس. المدارس هنا عامله ايه؟ المدارس هنا بتعملوا في المدارس؟ المدارس حلو. في حد بيعلمكم في المدارس كويس ولا كله ضرب ولا كله ولا 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 ايه نظام المدرسه عندكم؟ واحد بس هو اللي بيعرف يعلمنا، لكن الباقي لازم يخلص لازم يخلص عشان يعلمنا. مجموعه يعني ولا درس؟ احنا كانوا بيضربوا مجموعات. لا انت لو خدت ده يعني مثلا لو انا خدت درس معاهم يعاملونا حلو، خدت درس معاهم.